السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من زينو جيم. تفضل على المنصه. عليكم السلام. اهلا وسهلا، ده نورك. اهلا بك. الله يخليك. انا احب اشكرك على استضافتك في الحلقات المميزه دي، واتمنى اكون عند حسن ظنكم جميعا ان شاء الله باذن الله، وتكون حلقه مفيده لينا كلنا ان شاء الله. ايش شكلك انت؟ شكلك انت طبعا من بعض ما عندكم يعني. زحمه وانت جاي ولا ايه؟ لا الطبيعي مش زحمه ولا حاجه. لا مفيش زحمه ولا حاجه. انا جاي وجاهز لحضرتك. شرفنا اللي الشرف ليا يا فندم. الشرف ليا. انا تحت امرك في اي وقت. وقتك ثمين جدا. ما تقولش اني مشغول يعني، انا ما تشغلش عنك يعني، انت بقى في اي وقت تقدر تيجي وتسالني اللي انت عايزه وانا متاح على طول يعني. انا بستنى بس ايه دعوه حضرتك وحضراتكم كلكم، وانا ليا الشرف ان انتوا قلتوا لي تعالى تاني. اوكي اتفضل. طبعا بعد نجاح الحلقه الاولى في طلب رهيبي منقطع النظير ان احنا نعمل نكمل في سلسله الحلقات. طبعا ما تنسوش تعملوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتكتبوا كومنت وتقولوا لنا الحلقه دي عجبتكم ولا لا، وتقولوا لنا ان شاء الله يعني عايزين نعمل الحلقه الجايه عن ايه، حاجه معينه عايزين نعملها. انا والله مستعد وهو كمان مستعد. انا بس عايز اقول حاجه، ارحب بكل الضيوف اللي شافوا الحلقه الاولى، واتمنى الحلقه دي كمان تعجبكم، واتمنى ان انتم كلكم تستفيدوا من الحلقات دي. هي معموله بغرض بس التثقيف يعني، ان الناس كلها تبقى عارفه ثقافه عامه ومش اكتر. يلا جاهز تسمع اسئله خاصه بفلسطين؟ بفلسطين الحلقه النهارده عن فلسطين. جاهز اسئله خاصه عن فلسطين؟ طبعا جاهز، وان شاء الله اجاوب على الاسئله كلها. خلوا اطفالكم تشاهد الحلقه عشان يعرفوا بلادكم العربيه وهويتها. يعني ايه؟ يشوفوا هويتنا العربيه بدون تزوير، يعني ايه مفيش تزوير، زي الحقيقه مش زي اللي هم عايزين ينقلها لنا، زي الاعلام او الغرب او حد ممول مش بيقول لنا الحقيقه، مش بيقول لنا الحقيقه. ما هي عاصمه فلسطين؟ انا ابدا باسئله سهله يعني، ولازم ابدا باسئله سهله، ولازم انتوا كلكم تبقوا عارفين الاجابات دي، لازم الاجابات دي كلها تبقى عندكم. ماشي. اين تقع قريه دوله فلسطين؟ يعني في قاره اسيا. مظبوط. ماشي. ما هي المنطقه الجغرافيه التي تقع فيها فلسطين؟ هي في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي من البحر الابيض المتوسط. ما هي العمله الرسميه في فلسطين؟ الشيكل الاسرائيلي. كانت قبل كده دوله الاحتلال. قبل الاحتلال يعني شعوري يعني. كانت قبل كده الجنيه الفلسطيني. تمام. ما هي مساحة فلسطين؟ 6220 كيلو متر مربع. ما هي اللغة الرسمية فلسطين؟ باللغة العربية طبعا. ما هي الديانة الرسمية؟ الديانة الإسلامية طبعا. هي دي الديانة الرسمية يعني. أنا بقول بس الأسئلة عشان أنتوا كلكم لازم تبقوا عارفين. مش هو أنا عارف إن هو عارفها. لازم انتوا كلكم تكونوا عارفين الاجابات دي. خلوا اطفالكم يجوا ويشوفوا الحلقه. في اي سنه كانت النكبه؟ النكبه كانت سنه 1948. طب ايه هي النكبه؟ النكبه هي احتلال دوله الاحتلال لفلسطين، واغلب الاغلب الاراضي بتاعت فلسطين، الاغلبها مش كلها، يعني النكبه كانت اغلب الاراضي لفلسطين. طيب ايه هي النكسه بقى؟ النكسه هي اللي كانت سنه 67 واحتلوا بقيه الاراضي اللي في مش محتلين. طيب ما هي اتفاقيه اوسلو لو تسمع عنها؟ واين تمت؟ وكانت اتفاقيه اوسلو دي كانت عاملين بيقولوا ان هي اتفاقيه سلام سنه 93. وتوقعت تم توقيعها في امريكا في واشنطن سنه 93. من هو اول رئيس فلسطيني؟ يعني ياسر عرفات. من هو ياسر عرفات فلسطيني؟ بمعنى حاجه يعني ميت سنه 2004.
أبو عمار. ما هي أشهر الأماكن المقدسة الموجودة في فلسطين؟ أشهر الأماكن المقدسة في فلسطين طبعا بيت المقدس والقدس وكنيسة القيامة في القدس برضه، وفي كنيسة المهد في بيت لحم. صحراء شهيرة تقع جنوب فلسطين ما هي؟ صحراء النقب. ماشي. بحيرة شهيرة تقع على الحدود على حدود فلسطين ما اسمها؟ بحيرة طبرية. ماشي. بحيرة شهيرة بحر شهير يفصل بين الأردن وبحر الميت. ماشي. لماذا تشتهر فلسطين في الزراعة؟ تشتهر بزراعة الزيتون والحمضية. ما هو مناخ فلسطين؟ فلسطين في تنوع في المناخ، في الشمال الجو طبعا معتدل طبعا ويكون بارد كمان في الشتاء، وكمان يسقط ثلوج. في الجنوب في الصحراء بتبقى شديد الحرارة. كلنا على فلسطين الأصلية. فلسطين الأصلية مش المحتلة إن شاء الله. الاحتلال ده يروح. ماشي. ما هي أشهر المدن الفلسطينية؟ أشهر المدن الفلسطينية القدس، غزة، ريحة، خليل، إيه تاني؟ بيت لحم طبعا، في عكا ويافا وحيفا. من هو الرئيس الحالي لدولة فلسطين؟ رئيس على الحياد. تخيل أنت رئيس دولة ها وأنت على الحياد مع البلد اللي بتحرك، انت تقول لا ايه انا لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ما هي حدود فلسطين من الشرق؟ انا قلت ايه؟ من الاردن. طيب من الشمال؟ سوريا ولبنان. طيب من الجنوب؟ مصر وخليج العقبه. ايه هو اشهر حدث اسلامي حدث في فلسطين؟ الاسراء والمعراج. عايز اقول لك على حاجه كده بسرعه، اللي حصل 7 اكتوبر ده ما يعديش كده، مش حاجه تعدي كده والسلام، لا 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 لا، دي حاجه كانت لازم تحصل، حاجه كانت لازم تخلي الناس دي تقف عند حدها. الناس دي كانت في فتره من الفترات كانوا بيعملوا يدخلوا القدس ويدخلوا المسجد ويعملوا طقوس غريبه، بيعملوا حاجات دي حصلت واتذاعت وعادي اتصورت، يقول لك تمهيد لهيكل سليمان، كلام كتير كده. المهم انا اقول لك اللي حصل 7 اكتوبر ده كان لازم يحصل، حتى لو العواقب اللي حصلت بعديه دي احنا طبعا ما كناش لحد يتدرع ولا يحصل له حاجه في بيته ولا في اهله ولا في الكلام ده، لكن الناس دي لازم ما تشعرش بالامان علشان ما يكملوش اللي هم بيعملوه. هم محدش في العالم كله بيحاسبهم، محدش في العالم بيحاسبهم، بالعكس يشجعوهم كانها قضيتهم كانها ارضهم، يعني مش سرقينها ولا حاجه. تخيل مثلا ان انت اضرب لك مثلا اسمك كوهين. كوهين مثلا، يعني بقول لك مثلا من موزمبيق، انت من موزمبيق ايش موزمبيق بس معايا، انت يهودي من موزمبيق دولة الاحتلال، بتقول لك ايه؟ تعالى تعالى اسكن عندنا، عيش معانا، واحنا وانت في المطار كده اديك الباسبور بتاع ايه؟ دولة الاحتلال. طبعا الباسبور ده مش اي باسبور، يعني باسبور دولة الاحتلال ده باسبور قوي جدا، معنى قوي جدا ان هو يقدر يدخل امريكا وكل دول اوروبا الاتحاد الاوروبي يعني من غير فيزا. كنت اصلا من موزمبيق، فما كنتش تحلم بالفيزا دي بالسفر ده. فانت ايه تقول لك تعالى هندي لك بيت تعيش فيه، هندي لك ارض تعمل فيها اللي انت عايزه، ما مش ارضهم بقى هم سرقينها اصلا. تقول لك خد الارض دي، خد البيت ده، هتوفر لك شغل، ما هي اقوى مدعمه من اقوى النظم الاقتصاديه في العالم كله. كل ده اغراء انك تيجي
ان هي عايزة البلد بتاعتها تبقى اللي هي بتقول عليها بتاعتها ان هي تكون فيها ناس مش خايفين، يكونوا ناس امنين، توفر لك كل سبل الراحة اللي انت مش هتلاقيها في بلدك يا كوهين. ودايما هي بتقول ان احنا ايه مدعومين من امريكا ومن اكبر القوى الاقتصاديه في العالم الغربي، في اوروبا زي انجلترا يعني بريطانيا وفرنسا والمانيا كلام ده كله. طبعا انت كواحد يا كاكوهين هتيجي، بس في حاجه، بدل انت وافقت انك تيجي يبقى انت شريك في اللي هم بيعملوه. اعتقد يعني انت وافقت تيجي دوله تحتل البلاد تحتل الارض، انت ككوهين عايش في البلد اللي هي محتله اللي هي مش ارضك، ها بتروح تاخدها تروح تقعد فيها، وانت ايه متضامن معهم. يعني ايه متضامن؟ يعني انت بتأيد اللي هم بيعملوه، صح؟ ده من وجهه نظري صح. في مثال، في واحد كان اسمه يعقوب كان رايح، كانوا في واحده بتصوره تقول له انت رايح فين؟ يعقوب ده يهودي اسرائيلي داخل، استغفر الله العظيم يا رب، داخل بيت واحده وايه بيطردها منها، فهي بتقول له ده بيتي يعقوب مشهور يعني، ده بيتي، تقول له لا ده كان بيتك، انا لو ما خدتوش في واحد تاني هياخده غيرك. طبعا ايه واحد تاني هيسرقه ان هم كلهم حراميه يعني. انا يعني ايه بضرب لك مثل يا كوهين، انت هتبقى زيهم لو رحت هناك. في حاجه اقولها لك يا كوهين، انت لما تروح هناك ما بتسيبش جنسيتك الاصليه، ليه؟ عشان انت خايف يوم من الايام تتطرد بره وتروح. انت عارف انت كل واحد هناك على يقين ومتاكد ان هو الفلسطيني هيرجع وياخد ارضه، فكل واحد هناك متاكد ان الفلسطيني هيرجع وياخد ارضه تاني، بس امتى مش عارف، ولا استمتع بالوقت اكتر وقت ممكن. اللي حصل في 7 اكتوبر ده خلى اللي زي كوهين ده، خلى اللي زي كوهين ما يفكرش يجي، يعني خلاص انا اروح فين ده في حرب هناك. الناس اللي عايشه جوه بتفكر دي من ناحيه ايه؟ ان اللي زي كوهين ده يعني 7 اكتوبر دي خلت اللي زي كوهين ما يجيش، وخلت الناس اللي عايشين جوه الولد يهاجموا، خايفين من حد يعني. دول ناس جبناء مش هيحاربوا، هم على باطل، هم على باطل. طب استحاله يفوزوا باي حرب تحصل، مهما ان انت شايف ان هم اقوى كذا وكذا وكذا، لكن في الاخر هم خسرانين. والناس اللي جوه البلد نفسها بتهاجر، هاجرت يعني. امريكا بعد 7 اكتوبر شهدت شراء اكثر من 10,000 وحده سكنيه داخل الولايات المتحده الامريكيه من الناس المهاجرين المرتدين من دوله الاحتلال. دول مش هيرجعوا تاني خلاص، يرجع فين يا عم؟ والعمر بعدها هم بيقولوا كده. فاللي حصل ده انتصار دعم الفلسطينيين ان هم يقاوموا ضد الاحتلال، ولغايه لما البلد ترجع حره غير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بس ما تنسوش بس ايه تعملوا شير للحلقه دي، وتعملوا اشتراك في القناه تحت، وتعملوا تابعوا لكم الحلقه، يعني حلقه بسيطه وانا هكمل الحلقات الثانيه، هكمل برضه مش هسكت. ماشي سلام. انا بشكرك جدا على الكلام الممتع اللي انت قلته وعلى الاجابات القيمه اللي كلنا استفدنا منها. طبعا يا ريت يا جماعه تشيروا الحلقه دي معانا وتخلوا ولادكم يشوفوها، واللي عنده اي تعليق او عنده اي حاجه عايز يقولها ما تنسوش تكتبوها لي تحت هنا. اوكي يلا نشوفكم في حلقه ثانيه. سلام.